هنا داخل هذا العقار طبعا اللي بيحصل فيه حاجات غريبة، تهديدات على الحيطان، رسائل على الحيطان، تفاصيل غريبة بتحصل. أول ما دخلنا اسمي أنا، اسمي بيتكتب على الحيطان، حاجات غريبة بتحصل معايا. يا أستاذة أسماء طبعا برحب بيكي، قولي بقى ايه اللي بيحصل. بصي احنا كنا طبيعيين خالص، ما كانش في اي حاجه كنت بتحصل لنا. بدات معايا بحاجات بسيطه، بالكهرباء، كبس في الكهرباء كده بس كان بيولع. فجاه لقيت الدنيا عندي ولعت، الستاير بقت تولع. فكده حسينا، بس اول ما دخلنا الشيوخ بصراحه لما الناس قالوا لي لا الكهرباء دي مش عيب كهرباء، لان السلك من جوه كان نضيف ما اتحرقش ولا اي حاجه. فاول ما دخلنا الشيوخ الدنيا بقت تولع، ستات بقت تولع، وبعد كده الشقه كلها ولعت. سبت هنا ورحت عند ماما، سبت الشقه، نزلت خفت على اولادي ورحت عند ماما، قعدت واستقريت عند امي وخدت حاجتي. لقيت عند امي الدنيا برضو بتولع، كل ما اروح مكان قالوا لي كل ما هتروحي مكان، لان الكيتشن مقصوده، كل ما هتروحي مكان هيولع. وديت ولادي عند اخويا، خفت عليهم برضو من عند امي، وديته عند بتاعت اخويا، بقت فحمه كلها ولعت. نزل الحمد لله، لعيالي نزلت ومرات اخويا نزلوا كويسين، الشقه كلها ولعت. كل ما اروح حته، حتى المصحف، المصحف ولع. كل ما اروح حته بتولع. طبعا بقول الشيوخ ياما، كل ما دخل لي شيخ يقول لي لا الموضوع كبير كبير واحنا مش قادرين عليه. انا مش عارفه اعمل ايه، احنا ما بننامش، هدومنا ولعت، شقتنا ولعت. طب ايه بقى موضوع التهديدات؟ طبعا يعني انا تهديدات على الحيطه، كل اللي ساعدني هجد ده اسمه ابراهيم، الموت لابراهيم، ده اخويا عشان اخويا بيساعد. ده طبعا موت الاعلام، طبعا حضرتك لو اتصورت معايا وفي نفس مجاله، عشان انت جيتي دورتي معايا كتب اسمك. لسه التهديدات، ابني كتبوا له برده على الحيطه، راح بات عند خاله، شقة خاله كلها ولعت، عشان كانوا كاتبين له الموت ليحيى على الحيطة. هو لما لو تيجي تشوفيها هنا الموت ليحيى، الموت ليحيى اليوم. تاني يوم رحنا برجلين، راح بالليل عند خاله، الشقة كلها ولعت بتاع خاله، كل حاجة. كل ما اروح حتة بيتضغط الولد ده، في نفسه بيولع، الولد بيبقى واقع في التيشيرت بتاعه بيولع. تاني ده الحيطة زي ما شايفة، الموت للجميع، الموت للإعلام، أي حد أنت عشان دخلتي غير الدخل، تهديدات في الحيطة. الموت للجميع، موت الإعلام، عشان بس نزلي تساعدك يعني. أيوه أي حد يساعدني، أي حد. أنا مش عارفة، أنا مش عارفة أصلا اللي أنا فيه ده إيه، أنا مش عارفة. كل حاجة، هدومي، هدوم ولعت، طبعا عفشي ولع وراح رميت. هو الشقة دي ما كانتش كده خالص، ده كل دوت من الولع. الشقة كانت بتوضبها حلو طبعا، انا ولا عايزه شو الامي ولا فلوس ولا شقه ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين، مستواني مش وحش. عشان يقول طلع الاعلام، طلع مش هحرق بيتي عشان اطلع اتكلم، صح. انا عايزه حد يساعدني، انا عايزه شيء قوي، عايزه حد يساعدني، انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه من حد، انا عايزه حد يساعدني اللي انا فيه. كل شويه بنمنع، احنا ما بننامش، ما بنروحش مدارس، شنط عيالي ولعت، بيكون عيالي ما بنروحوش مدارس، معايا ثانويه عامه بنت، ما بنروحش مدرسه، ما بنروحش حاجه، حاجاتنا كلها ولعت، وهدومنا ولعت، احنا يعني مش عارفين، مش عارفين نفوق، مش عارفين ننام. زي ما حضرتك شفتي كل 5 دقايق بنولع كده وبنطلع، كل 5 دقايق بنولع عند ماما كده، احنا ما بنباتش هنا، انا مش هينفع نبات فيها، العيال خايفه خالص. احنا عند ماما برضه الدنيا بتولع، عند ماما الدنيا بايظه. انا عايزه حد يساعدني، لان انا جبت الشيوخ ياما، بس انا عايزه شيخ قوي، عايزه حد قوي، مش عايزه حد اي كلام. كل اللي دخل لي مش قوي، مش عارف. طب شويه بشويه نقرا قران، بنصلي، بنولع قران، ما كتبناش ميه سخنه، ما اذيناش قطط، مش ملبوسين، ما حدش فينا ملبوس. أو كل شوية يكتب لنا على الجدران. طب مش هيكتب حد اللي اسمك عشان انت هتعرفيه.
لا الوصول دقيقة مش سؤال. أسماء استوس سؤال إبراهيم. لا 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 هي أسماء هي دي الأول. موت إبراهيم. موت إبراهيم. أيوة. أسماء موت. أسماء موت. أسماء موت. اسماء اسماء دي دي هو كان كاتبها بقى موت طبعا اكيد اسماء عشان انا اسماء ده اللي هو انا ده اللي هو هنا برضه هي متصوره حضرتك وموت جديده الموت جديده ايوه صورت ما طلعش انت المره اللي فاتت كان كاتب اسماء الموت. طبعا اي حد هيكتب اللي احنا اللي بنكتب لا انتوا واقفين معايا طبعا اهو بصوا الكتابه ايه دي من الكتابه اللي هي بتاعته واحنا واقفه معاكي طبعا كلها دي طبعا انا مش محتاجه اكتب ولا هعمل حاجه طبعا الناس شايفه اللي انا فيه يعني انا مش هعمل الشقه دي اللي بيقول حد عايز شقه حد عايز لا طبعا اللي عايز شقه يحرق الشقه لوحدها محدش عايز الشقه ده التحت ملاك على فكره يعني مفيش صاحب بيت مفيش اي حاجه ولا حد عايز شقه طبعا وعند امي كذلك عند ماما كل شويه بيولع برضو عند ماما حد عايز شقه لا يعني متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شفتوا واحنا واقفين بنتكلم وبنصور اسامينا بتتكتب الناس دي عايشه في ماساه الناس دي مش بتهزر الناس دي فعلا اللي بيحصل معاهم ده بجد بتطالبي بايه طيب انا عايزه حد يساعدني عايزه الاصغر يتدخل عايزه حد كبير مش عايزه اي حد احنا في المشكله دي بقالنا ايام ما جبتش شقه كبيره محدش عارف يحلها محدش يقولوا لي خلاص مية فرقان عملنا سيقنا عملنا كل حاجه طبعا بشيوخ احنا ما نعرفش القران على طول شغال انا بقرا قران كل يوم اقرا سوره البقره لوحدي لوحدها وفي الشقه وبصلي فيها مفيش عشان يقول ما بتقروش قران ما بتطلعوش قران سوره البقره لا سوره البقره شغاله والدنيا بتولع انا مش بشكك في الدين بس ده اللي بيحصل طبعا انتوا حاطين ميه على طول طبعا زي طبعا احنا حاطين ميه على طول علشان نلحق بيها لان كياسي وحاجتي بقيت الحاجه هي بس اللي دول كلها ولعت الحاجه كلها اصلا ولعت انا ما عنديش اللي انا نفسي ده هي ده بس والعيال نفسيهم اللبس كله ضاع وهدوم مدرسه وحاجه المدارس وكتبات المدارس كل حاجه كل حاجتي راحت في الولع عندي وعند اخويا بس انا مش عايزه حاجه برضو انا عايزه حد يحلني في اللي انا فيه انا عايزه حد انا مش عارفه انام انا يأست انا صبوره جدا حسيت النهارده باليأس من كتر اللي انا فيه ده انا حسيت باليأس